إذا أراد الله شيئا تعطلت قوانين الطبيعة، وحينئذ البحر لا يغرق والنار لا تحرق والجبل لا يعصم والحوت لا يهضم والعذراء تلد. فلا تقل مستحيلا ولا تمل من الصبر، فلو شاء لحقق لك مرادك في طرفة عين لا تخفى عليه دموع رجائك ولا همك. فالله لا يعجزه إصلاح حالك، لكنه يحب السائلين بإلحاح. فاللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا الله. أهلا وسهلا بحضراتكم في يوم جديد وحلقة جديدة من تفاصيل. النهاردة في تفاصيل هنستكمل مسيرة الخير اللي بدأناها معاكم من أول أيام شهر رمضان الكريم، وهنشوف النهاردة إنجازات مؤسسة نبض الحياة الخيرية في العمل الخير في محافظات مصر كلها. كمان هنتكلم عن فضل الصدقة الجارية وثوابها عند ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده بيشرفني الدكتور مصطفى العقريشي المستشار الديني لمؤسسة نبض الحياة الخيرية. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، منورني. ربنا يعزك يا رب. دايما انا وانت بنختلف في لقائنا ان احنا كل واحد فينا عايز يتكلم في حاجة، لكن الحاجة الوحيدة انا وانت بنتفق فيها اللي مفيش سكريبت. وانت بنطلع كده من قلوبنا. طيب، عايزة النهاردة بما ان الايام الاخيرة بدأت تسرقنا وبتجري مننا، هتكلم عن ناس مهمة قوي في حياتنا، وآية قرآنية كلنا ممكن نكون بنقراها لكن بتعدي مننا. ويمنعون المعون. ساعات يجي راجل يبقى عايز يعمل زكاة لآخرته او يتصدق او يعمل صدقة جارية لحد حبيبه ورحل عنه، تيجي مراته او حد من ولاده يقول له يا عم سيبك. ساعات موظف يجي رئيس موظف معاه في الشركه، يجي الرئيس بتاعهم يقول له حضرتك ليه بتعليه قوي كده، ملهاش لازمه يعني. طب انا شايفه بيجتهد هزود الراجل. لا طب ملوش لازمه يعني، مفيش. ساعات ام بتلاقي مدرسه تعبت جدا مع تلميذ يعني، فتيجي تقول الست دي تعبت معانا وما طلبتش الزياده، انا والله هزودها. فيجي الزوج يقول لي يعني يا طلبت حضرتك، فهمت انت الناس دي بتبقى كتير قوي في حياتنا. تمام، كلمني عن ربنا وصفهم بأنهم ويمنعون المعون. الحمد لله الذي يعز من أطاعه واتقاه ويذل من أعرض عنه وعصاه، لا مخفي لما أبداه ولا مبدي لما أخفاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. الانترو بتاعك احلى من الانترو بتاعي. لا والله، لا ما شاء الله عليك، والله لا ما شاء الله. ايه الجمال ده، انا باخد من حضرتك والله. ربنا يعزك يا رب. الله يخليك. ما شاء الله من الانترو بتاع حضرتك. فلا تقل مستحيل. بس مين اللي هيقول مش مستحيل ده؟ الا اللي قلبه متعلق بالله سبحانه وتعالى. نعم بالله. طب لو انا قلبي مش متعلق بالله سبحانه وتعالى، يبقى ويمنعون المعون. كل حاجه صعبه. يبقى ويمنعون المعون ليه بقى؟ لان هم الدنيا. ده سوره في القران كامله اسمها سوره الماعون. ايه الماعون ده؟ كل شيء نافع، زي وصله ميه، زي بير، زي بناء مسجد، زي اطعام طعام، زي ده زي ده زي ده. فربنا سبحانه وتعالى بيقيد لك شياطين. في شياطين جن وفي شياطين انس. اللي حضرتك اتكلمت عليهم دول بقى شياطين الانس اللي هم ويمنعون المعون. تيجي تتصدق تعمل وصله ميه يقول لك يا عم كبر دماغك، زي ما قلنا كده الحلقه اللي فاتت، يا عم ده ازمه الكورونا دي هتطول معانا، سيبك من اللي هتعمله ده، يا عالم اللي جاي ايه، خلي خاف على قرشك شويه. اخاف على قرشي من مين؟ انا هو مين اللي رزقني القرش ده؟ الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى. يبقى انا ابخل باللي ربنا رزقني به على الله سبحانه وتعالى وعلى عباد الله؟ ابدا والله. ده سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بيقول كلام حلو قوي 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 قوي، بيقول لك اذا اردت ان تجعل مالك حيث لا يأكله السوس ولا تناله اللصوص فافعل بالصدقة. الله، لا هتقول ده تاني. نقوله تاني. سيدنا عبد الله بن مسعود ده أحد الذين كانوا يقرؤون القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام. بيقول إذا أردت أن تجعل مالك، لو قدرت تخلي مالك في مكان لا يأكله السوس، السوس ما يأكلوش، ما أنت لو خبيت مالك ده في قمح ولا غلة ولا ذرة ولا غيره ولا غيره هيسوس. أيوة. ولا تناله اللصوص، محدش يقدر يسرقه. فين بقى المكان ده؟ ايوه، فين اعظم مكان؟ فين الخزنه العظيمه دي؟ تصدق. قال له فافعل بالصدقه. الله. هو ده. تلاقي واحد قاعد جنبك بقى يقول لك لا، بقول لك ايه يا عم كبر دماغك، كبر دماغك. زي ما حضرتك قلت كده، هي طلبت؟ هي ما طلبتش؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى بيقول وان الله لمع المحسنين. لمع مين؟ المحسنين. المحسنين. المحسنين دي ده اسم فعل من الفعل الماضي احسنه.
انا مش تصدقت وبس، لا ده انا احسنت التصدق. لا واحد غيري، طب انا والله العظيم ما معيش خالص، طب ما انا دي اللي غيري على الصدقه. ما منعوش ان هو يتصدق، ما منعش عنه الخير بتاع ربنا سبحانه وتعالى ابدا، ولا منعه عنه ولا منعه عن نفسي. طب انا ما معيش امنعه عن نفسي ازاي ان انا ما دلتوش ولا سبته يعمل الخير ده؟ طيب تعالى ندخل جوه حياتنا اكتر. جميل. طبيعه حالي وطبيعه برنامجي انا. أيوه. كده ست بتروح تشتري حاجتها وبتقضي خضارها ودنيتها من عند واحده معينه، الا ان الست دي بتبيع لها اغلى من ناس تانية. طيب. لكن هي منتظمه عليها رغم ان هي اغلى حاجات بسيطه، يعني ما بتسرقهاش بس اغلى. فتيجي جارتها تقول لها سيبكي منها، ده هي بتبيع غالي، روحي لواحده تانية. هل دي نصاحه ولا ده اللي هي يعني اللي هي عارفه ان الحاجه دي زياده شويه وسايباها مغفله؟ هو احنا بنتذاكى على مين؟ مش عارفه والله. احنا بنتذاكى على مين؟ على الله؟ انا عارفه. يا نهار ابيض، انا اتذاكى على ربنا؟ ده ابدا. طب ما انا بدل ما اتذاكى، طب ما ازكي. وربنا سبحانه وتعالى قد افلح من تزكى. الله، قد افلح من تزكى. ان هو عارف ان الحاجه دي على هواه وسايبها. ايوه، هو عارف ان في زياده هنا بس هو مطلعها. لا وربنا مأكدها قوي في سوره الاعلى. الله. والله وذكر اسم ربه فصلى، صفحه اللي على اليمين تحت اخر سطر في سوره الاعلى. صفحه اللي على اليمين تحت اقراها كده هتلاقي قد افلح من تزكى، من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياه الدنيا والآخرة. أيوة. خير وأبقى. أيوة هو ده بقى، أنا بؤثر الحياة الدنيا على الله سبحانه وتعالى. طب ما أنا هسيب كل ده، أنا هسيبه. طب ما أسيب غيري. بصي هقول لحضرتك حاجة. فضل. قال أحد الصالحين سأعيش وحدي وأموت وحدي وأدخل قبري وحدي وأحاسب وحدي وأبعث وحدي، فما لي وللناس. الله، أنا مالي ومال غيري. وربنا سبحانه وتعالى بيقول مفيش. ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا ايها الذين امنوا لا يضركم من ضل اذا اهتديتم الى الله مرجعكم جميعا. انت مالك يا عم؟ انت شايفني بعمل خير، ما تسيبني بعمله. سيبني بعمله وتركك ليا دوت لك اجر وثواب عند ربنا. صح. سيبني في حالي. والله العظيم يا استاذه نهال حكمه عظيمه جدا كده، والله لو صمت الجاهل لاستراح الناس. الله. طب وده جاهل بايه؟ بثواب ربنا. والله لو صمت الجاهل لاستراحة الناس. تعالوا نطلع نشوف أول تقرير لينا ونرجع لكم مرة تانية، ابقوا معنا. فاكرين قرية أصلاً؟ فاكرين المكان ده؟ الناس الطيبين دول فاكرينهم؟ طبعاً فاكرينهم. هي دي الناس اللي احنا اتأثرنا بيهم واتصلنا وقلنا عاوزين نوصل لهم المية، عاوزين الاستغاثة بتاعتهم ما تطولش كتير. الحمد لله النهاردة جايين نفرح معاهم ومعاكم بتوصيل خطوط المياه وعدادات المياه في قرية أصلان. عاوز كل واحد بيشوفنا دلوقتي يتبرع معانا يفتكر التبرع بتاعه فات عليه قد ايه؟ فات عليه قد اسبوع؟ اسبوعين؟ 20 يوم؟ المياه وصلت هنا في قرية أصلان مركز طميه محافظة الفيوم. كل جنيه بعته وصل لهم عشان ندخل لهم الفرحة ونوصل لهم المياه، ولسه بيوت تانية أكتر وكرة تانية وعزب تانية منتظرة دعمكم، مش عاوزين نتأخر عليهم، عاوزين المياه توصلهم في أسرع وقت. احنا الان يا اخواني في قرية اصلان في محافظة الفيوم في الطامية. جئنا القرية قبل مدة وساهمنا مع الناس وجمعنا منهم الـ 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 الاعداد وعرفنا ما هي البيوت التي تحتاج ان توصل المياه، واليوم هو يوم الفرحة. اليوم يوم ايصال المياه الى هذه البيوت. اليوم استلمنا وصولات وعدادات المياه وسلمناها الى البيوت وسلمناها الى الاسر المحتاجة، ولا تتخيلوا قدر سعادتهم وفرحتهم والبسمة على وجوههم. بنسجل معاهم وهم بيستغيثوا ويقولوا احنا عاوزين ميه، النهارده بنسجل معاهم وهم بيشكروكوا، مفيش أي كلمات هتعبر عن الشكر إن الميه وصلت بيتهم، الميه سر الحياة، الميه أصل الحياة، الميه وصلت بيوتهم، نسمع منهم كلمات شكر، إزيك يا حاج؟ الله يخليك. الناس اللي وصلوا لكم الميه هتشكريهم تقول لهم إيه؟ نقول لهم جزاك الله خير ويجعل في ميزانات حسناتكم. ربنا يبارك فيكي، كل واحد اتبرع معانا الدعوات دي ليه هو، دعوات شخصية موجهة لكل واحد ساهم معانا ولو حتى في جزء من التبرع. مش ضروري تكون عملت وصله بالكامل، عملت قدر استطاعتك ان شاء الله ربنا ياجرك عليها. ازيك يا امي؟ مرحبا. اولادك اللي اتبرعوا هنا معانا علشان يوصلوا لك وصله الميه، هتقول لهم ايه؟ اقول لهم يا رب يجزيكم خير وربنا يديكم كتير يا رب وربنا يجعلكم كده في الخير على طول.
لما جينا نختار البيوت هنا يعني حد كان بيختار قريبه ولا جاره، ولا كنا بنختار فعلا الناس اللي محتاجه؟ انت بتدور على الناس اللي هي محتاجاه. طلبوا منك بحث اجتماعي عشان الميه مش كده؟ طبعا بنعمل بحث اجتماعي لكل اسره علشان نتاكد ان هي فعلا اسره محتاجه، زي ما حضراتكم بتوصونا نوصل ميه لايتام، نوصل ميه للارامل، نوصل ميه لست كبيره مسنه او راجل كبير عاجز مش قادر يشرب. هي دي البيوت اللي احنا بنختارها، مش اي بيت بنوصل له ميه، عندنا شروط لكل بيت. بطلب منكم ان انتم تساهموا في ادخال البسمه والسرور على وجوه الناس، ولله الحمد لقينا فيه في منافسه، لقينا فيه تسارع في الخيرات، لقينا فيه مسابقه الى عمل الطاعات، وده عهدنا بيكم والحمد لله رب العالمين. افضل الصدقات عند الله سقي الماء، وطبعا عشان خاطر تزكي عن نفسك وتطهر مالك لابد ان انت تنفق في سبيل الله. نفقتك بتيجي هنا، الفلوس بتاعتك، التبرع بتاعك ولله الحمد بيوصل للمستحقين. دي قرية أصلان اللي احنا اتكلمنا عليها في الشهر الكريم، فضل الله سبحانه وتعالى، فضلكم انتوا، فضل مؤسسة نبض الحياة. النهاردة الناس دي وصل لها مية. طول الشهر كنت دايما بحاول أكون عايزة وحريصة أبقى معاك وأوصل لكم رسالة مهمة، رسالة ولادنا أبنائنا. فلما يجينا رد فعل إن بدأت الشباب 18 سنة و17 سنة و20 سنة يشترك معانا في التبرع، مش بس كده، ده كمان 10 سنين و9 سنين ويجي يقولوا احنا معناش غيرهم، احنا مش عايزين غير كده، ولو انتوا معاكوا اقل من كده احنا راضيين، لان ده المجتمع اللي انتوا هتبنوه بعد مننا، دي الرايه اللي احنا هنسلمها. عايزين نسيب جواكوا الرحمه، بس ارحموا ترحموا. دكتور مصطفى، انت اللي قلت لي حكايه البنوته اللي جات لك تقول لك انا هتبرع معاكوا. انا لقيت بنوته والله جايه جري. أيوة. والله بتقول لي انا اتفرجت على البرنامج وجايبه 100 جنيه يا حبيبتي. اه والله. فايه بقى؟ رابعه ابتدائي يا حبيبتي. انا ابعت لك 100 تهنئه و100 الف شكر، وبقول لك ان شاء الله تبقي زوجه صالحه وسيده ناجحه بالخير اللي جواكي ده. وشاب بقى اذكر اسمه؟ شوف انت. انا والله يعني لا قول اسمه. هو عظيم، عظيم في كل حاجه. اتفضل. اسمه زياد محمد النجار. اتفضل. ده شاب في ثانيه ثانوي. لقيته بيكلمني بيقول لي بعد اذنك على الماسنجر. فبقول لي بعد اذنك انا معايا بس يعني محوش 300 جنيه حبيبي، وهم دول والله العظيم اللي معايا. وبالله العظيم يعني معلش انا بعد اذنك بس بستاذنك تاخدهم. هو مبلغ قليل. بقيت انا خلاص الدموع بقت تنزل من عيني، قلبي بيتقطع. صح. انت بتقول ايه؟ ايه الجمال ده؟ ايه الاحساس الجميل ده؟ قال لي بعد اذنك تاخدهم وان شاء الله ربنا يقدرني واحوش تاني واجيب لك، بس بالله عليك تحطهم لي في وصلات الميه. في سقي الماء. اه والله حطهم لي في وصلات الميه. ان شاء الله يا زياد ربنا يجعله في ميزان حسناتك. تقربت لربنا سبحانه وتعالى، يمكن ربنا يكتب لك بال 300 جنيه دول مستقبل ووظيفه وراحه بال. شكرا يا زياد. تعالى بقى نتكلم عن مشاهد تاني بيشوفنا. يقول لك سقي الماء دي منها جزاء فعلا؟ هل تجوز الصدقه وانا اتمتع بمتعه الصدقه في سقي الماء؟ هقول لحضرتك. اتفضل. احنا قلنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما رايت صدقه اعظم من ماء. شفت البهجه والسرور اللي احنا شفناها دلوقتي في التقرير في قريه اصلان؟ صح. انا بقى بقول لكل مسلم اتبرع معانا، بقول له انت جعلت لك عند الله عنوان عندما تبرعت لسقي الماء في اصلان. انت خليت لك عنوان عند ربنا سبحانه وتعالى. لا ما بالله بقيت معروف. مش اسمه معروف وانت رخر، بقيت معروف عند ربنا سبحانه وتعالى. بقى ربنا عارفك، ربنا ذكر اسمك. ايوه ما ربنا قال كده. ربنا قال فاذكروني اذكركم. نعم بالله. ايوه. فسيدنا موسى بيقول له يا رب كيف اشكرك يا رب؟ قال يا موسى تذكرني ولا تنساني، انك ان ذكرتني شكرتني. طب وانا افتكر ربنا بايه؟ بالعمل. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ والعصر. طب يقسم اهو بقى قسم. ان الانسان لفي عصر. خسر. خسر. كل اللي انت بتعمله في الدنيا ده الى خساره، ما انت هتسيبه وتمشي. انت هتسيبه وتمشي. يبقى انت كسبان ولا خسران؟ خسران. خسران. ان الانسان لفي خسر. ايوه نكمل بقى. الا حرف استثناء بقى. الا الذين، ايوه مين يا رب دول؟ امنوا بس؟ لا، وعملوا الصالحات. اهو ده عمل صالح. اكبر عمل صالح تعمله. يا سيدي الفاضل، احنا مش عارفين دايما لما بنيجي نتكلم عن ديننا بنقول الدين معامله.
الدين معاملة، ده مهم. حبيبك النبي عامل بيها عليه الصلاة والسلام، حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم، عليه السلام، كان قرآنا يمشي على الأرض، كان خلقه القرآن، الله، كان قرآنا يمشي على الأرض. طب دي نستفيد منها إيه اللي حضرتك بتقولي ده؟ إن حبيبك النبي وحبيب السادة المشاهدين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيطبق اللي في القرآن في أخلاقه اللي حضرتك بتقوليه. الدين المعاملة، عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. والله العظيم يا أستاذة نهال إن أخوة الدين أشد من أخوة النسب، أخوة الدين أشد وأعظم عند ربنا من أخوة النسب. لا استنى عشان هتفهمني دي، تعالوا نطلع نشوف تقريرنا جاي ونرجع لكم مرة تانية. أبكوا معنا. هنا في محافظة الفيوم خصوصا من مركز طمية، النهاردة إن شاء الله يوم نعتبره إن شاء الله يوم توثيق ولله الحمد لإنجازات لحملة سقيا الماء من مؤسسة نبض الحياة. جينا هنا ومن داخل شركة مياه مركز طمية عشان نقول لحضراتكم احنا ولله الحمد بنكمل انجازاتنا اللي بدأناها من فترة كبيرة جدا، وقلنا دخلنا عدد كبير من الوصلات ولازلنا. النهاردة اقدر اقول لحضرتك الفلوس اللي المندوب اخدها منك من البيت وصلت هنا الفيوم، خطوة مهمة جدا. المواطن يجي بنفسه يفتح الملف في الشركة وفلوس حضرتك تدفع في الخزنة. هو ده اللي احنا بنعمله، نجمع تبرعاتكم عن طريق البريد وعن طريق المندوبين، وممكن كمان تيجي معانا بنفسك هنا وتدفع الفلوس بإيدك. لكم يرفعون الأكف يشكرونكم يلهجون لله سبحانه وتعالى بالثناء وبالشكر. جزا الله خيرا أخونا محمد والمتبرع والحق وجميع من بذل وقدم هنا في شركة المياه في منطقة طامية. هذا كله يوثق الآن ليس في الدنيا يا إخواني فحسب، بل أيضا عند الله سبحانه وتعالى. مواطن من المواطنين الموجودين معايا هنا دلوقتي ظهروا معانا قبل كده في البرنامج، ظهر معانا هو بيقول لحضرتك انا محتاج اوصل ميه. النهارده جاي بيفتح الملف وفلوس حضرتك تدفع في الخزنه علشان بيته يشرب ميه. والله شعور ان انا فرحان جدا ان انا بقدم حاجه لاخرتي، وافضل الصدقه سقيا الماء، وافضل انقطع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انقطع ابن ادم عمله الا من ثلاث، صدقه جاريه. فجيت ان انا إن ربنا يوفقنا في هذا العمل أن نعمل صدقة جارية تمام لي والوالدية والميت. يعني حينما تضع صدقتك هنا في سقيا الماء فهي أفضل الصدقات عند الله تبارك وتعالى، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قال إن الإنسان لفي خسر. طيب لما نيجي نقول كل ما تحتاج حاجة قوي حلها بسيط جدا، اديها لحد. احتاجت فلوس تصدق، احتاجت مساعدة ساعد، احتاجت دعوة ادعي لحد. هي ماشية كده لأن ربنا سبحانه وتعالى قال ما جزاء الإحسان إلا الإحسان. حضرتك كنت بقى بتقولي الأخوة في الدين أكثر قوة وعمق من الأخوة في النسب. فهمني. ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ قال إنما المؤمنون إيه؟ إخوة. إخوة، يبقى كلنا إخوات. طيب هو أنا اللي ببرع له ده أنا عارفه؟ لا أنا معرفوش. وبديله. أنا بديله هو ومع إني معرفوش، إنما أخويا ما هو أصل أخويا صعب عليا فديته. يبقى أخوتي مع الناس ديت أحسن من أخوتي في النسب. أخوة أعظم. إنما المؤمنون إخوة. وأقول لحضرتك حاجة عظيمة جدا بفضل الله، هو أنا بطمن كل السادة المشاهدين إن صدقتك وصلت بفضل الله. بفضل الله. والناس ركبوا عدادات الحمد لله، والعداد اللي تركب مش عداد مية. ما أنا شفت دي كلها صور، كانت صور عدادات موجودة في تعاقدات في شركة ده مش عداد مية. اتفضل. ده عداد حسنات. كل ما المية تجري في العداد والعداد يعد ده حسنات. عد مع نفسك بقى. عد مع نفسك، عد رصيد عند ربنا سبحانه وتعالى. أقول لحضرتك كان سيدنا
معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه. اتفضل. وسيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه. اتفضل. شوفوا بقى الاثنين امويين رضي الله عنهم. والامويين دول بسم الله ما شاء الله كانوا اغنياء جدا 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 جدا، ميسورين الحال جدا، زي سيدنا عثمان لما اتكلمنا عليه رضي الله عنه. سيدنا معاويه قاعد مع سيدنا عمرو بن العاص، فسيدنا عمرو بن العاص بيسال سيدنا معاويه، وكان عنده بقى مملكه عظيمه، فبيقول له يا امام، قال له نعم، قال له ماذا بقي لك من متاع الدنيا؟ فضل لك قد ايه من متاع الدنيا اللي احنا فيه ده؟ وسيدنا معاويه خلاص بيخلص. قال له بقي لي من متاع الدنيا، لم يبقى لي من متاع الدنيا الا الطعام وقد مللت اطيبه. خلاص بقى انا اكلت كل حاجه. واما اللباس اللي هو اللبس فقد سئمت الينه. لبس الغالي كله. قال له ما عاوز ايه في الدنيا دي كلها؟ ايه اللي باقي لك في الدنيا دي كلها؟ قال له شربة ماء في ظل شجرة في يوم صائف. شربة مية في ظل شجرة في يوم صيف. واحنا اهو النهارده بنقول درجة الحرارة ايه؟ والناس دي عايشة ازاي؟ الناس اللي في قرية أصلان دي، والحمد لله رب العالمين اللي أنت أدخلت عليهم البهجة والسرور والسعادة. فسيدنا معاوية بن أبي سفيان قال له طب وأنت يا عمرو؟ رد عليا بقى، ماذا بقي لك أنت من متاع الدنيا؟ سيدنا عمرو بن العاص كان ناصح، ما هو المؤمن كيس فاطن، كان ذكي وفي التجارة بصي أستاذ بمعنى الكلمة. فقال له بقي لي من الدنيا اللي أنا عايزه من الدنيا دي كلها عين خرارة. إيه عين خرارة دي؟ عايز أعمل عين مية أو وصلة مية في أرض خوارة، في أرض لينة الناس كلها تشرب منها وتاكل منها زي وصلات المية دي. يبقى عين خرارة في أرض خوارة تدر علي في حياتي وتبقى لي بعد مماتي. شوف الجمال بتاع سيدنا عمرو بن العاص. ففي لهم خادم اسمه وردان قاعد معاهم كده، بيقولوا طب وانت يا وردان؟ خادم اهو. خادم ما حلتوش حاجه. ايوه. ماذا تبقى لك من متاع الدنيا؟ بيشركوهم معاه في الكلام. ماذا تبقى لك من متاع الدنيا؟ قال لهم صنيعه معروف اجعلها في اعناق قوم كرام لا يسدونها إلي طول حياتي وتبقى لي بعد مماتي. الله عليك يا دكتور مصطفى. طيب لو في مشاهد بيشوفنا وربنا كرمه وتصدق وطلع زكاته في رمضان، ومشاهد تاني ما تصدقش لسه، في فرق بينهم؟ هقول لحضرتك. اتفضل. شوف ربك. ما ربنا ده كريم وعظيم والله. اتفضل. بس لمين؟ للي يعرفه. اتفضل. اللي يعرفه ربك لحد النهارده بيقول ما اللهم اجعل قلوبنا متعلقه بالله فقط. يا رب يا رب يا رب. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه بقى للي خلاص راح منه رمضان. رمضان بيروح خلاص بينتهي، بيقول له يا عبدي ان كنت لم تستغل ما مضى فاستغل ما بقي، فان استغللت ما بقي غفر لك ما قد مضى. الله، شوف العظمه. شوف جمال ربنا سبحانه وتعالى. لسه في فرصه. لسه والله العظيم، للي يتصدق واللي يخرج واللي يعمل وصله ميه واللي يعمل عدات حسنات. ايوه اسمحي لي اوصفه بكده، هو عدات حسنات مش عدات ميه. لسه قدامك الفرصه، اقبل على الله سبحانه وتعالى. احنا مستنيين ايه؟ انت اللي بتشاهد دلوقتي انت مستني ايه بالله عليك؟ انت مستني ان تجي لك الموت ولا ياتي الموت الا بغته؟ اعمل لنفسك، اعمل لنفسك، ما تستناش حد يعمل لك. وما تقدموا لانفسكم لانفسكم بتاعك انت من خير تجدوه عند الله. ونعم بالله. شوف الجمال. ونعم بالله. واللي عند الله لا ينفد ابدا. هينفد؟ لا والله ابدا. طيب دايما في اسرنا كده وفي بيوتنا كده يجي الحاج كده لما يكبر، والحاجه ما يكبروا كده، فتلاقي واحد مثلا يقول لك ماما بتعمل خير كتير قوي. يا ماما كفايه بقى، يا ستي اهدي يا امي، ما يعني انت ست صالحه وان شاء الله انت في الجنه ونعمها. ويروح يقول لوالده يا ربي انا ابويا، يا بابا انت ما بطلش يعني، انت كل يوم عامل ده كل يوم، تقول له ايه ده؟ اصل ده موجود. ايوه ايوه دي حقيقه. دي حقيقه. والله هقول لحضرتك، اصل يعني الاب والام ده انصحه بايه؟ الاب والام ده لو كبروا في السن زي ما حضرتك بتقولي دول ضيوف الله في الارض. الله. ضيوف الله في الارض. انت في خير بسببهم والله العظيم، وانا في خير بسببهم. أنا في خير والله العظيم عظيم بسبب أبويا وأمي بفضل الله. فأنا ما انهاهمش. عارف هما بيتصدقوا ليه وبيكسروا ليه؟ لأن هما قربوا من ربنا سبحانه وتعالى. قربوا منه. خلاص أنا بعمل عشان أنا قربت. أبوك يقول لك إيه؟ يقول لك يا ابني أصل خلاص بقى
فاتك كتير ما بقى الا القليل. بس خلاص انا قربت اخش على ربنا سبحانه وتعالى، وانا عايز اقابل ربي سبحانه وتعالى وانا نضيف. ايوه صح، الله، وانا نضيف. فانا بعمل واتصدق واعمل وصله ميه. ايوه يا ابني انا بعمل لنفسي. اصل انت ممكن ايه تحزن عليا يوم، يومين، اسبوع، شهر، طب وبعدين هتنساني. انما انا بحط مالي عند الذي لن ينساني. دكتور مصطفى هتقولي ده تاني؟ حاضر. وهتكلم الناس دي تاني. قلت لي ان ابائنا وامهاتنا لما بيكبروا في السن بيبقوا ضيوف على الارض. ايوه اتفضل بقى قول لي ده تاني بالظبط، النص ده انا باكد عليه تاني عشان الساده المشاهدين. اتفضل. الاب والام ضيوف الله في الارض. انت في خير بسببهم وانا في خير بسببهم. وهم دول اعقل ناس واكرم ناس واحن ناس، ودول قلبهم هو اللي بينبض بنبض الحياه، بينبض بالخير، بينبض بالبركه. اه والله العظيم. صح. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لولا شيوخ ركع لذهب الله بكم. لولا ابوك وامك دول اللي بيركعوا ويسجدوا ويعبدوا ربنا ويتصدقوا ويعملوا، والله العظيم كان ربنا ذهب بنا. انما ده احنا في نعيم اقسم بالله بسببهم. احنا في نعيم بسببهم. فسيبهم يتبرعوا، سيبه يعمل لنفسه، ينفق لنفسه، سيبه يعمل، سيب امك تعمل، سيب امك تكتر، تكتر من الخير. امهاتنا وابائنا الكبار يقول لك ايه يا ابني ده هو ده اللي هيفضل. صح يا ابني ده سيرتنا، قد مات قوم وما ماتت فضائلهم وعاش قوم وهم في الناس امواته. قد مات قوم وما ماتت فضائلهم، فضل سيرتهم وعملهم. اه وعاش قوم وهم في الناس امواته. ليه؟ لانه شحيح. يا شحيح يا بخيل. انت بخيل على مين؟ بخيل على نفسك الكريم. خدي بقى الحته الحلوه اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عليه افضل الصلاه والسلام، الكريم قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنه، بعيد عن النار. الله، الكريم، الكريم اللي احنا ساعات بنقول عليه ده كريم قوي، ده خايب ما شالش حاجه لاولاده. ايوه الكريم قريب من الله، قريب من الله، الله الله، قريب من الله، قريب من الناس. انا عارفه ان انت الكلام بيطلع من قلبك جدا 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 جدا. اتفضل. صح ده الكريم، ده وصف الكريم. قريب من الله ونعم بالله، قريب من الناس، قريب من الجنه. اللهم نولها لنا يا رب، وجعلنا بعيد عن النار. الله اللهم امين، اجرنا كلنا من الله يا رب. طب والشحيح؟ ايوه بعيد عن الله، بعيد عن ربنا، بعيد عن الناس، ناس بتكرهه، بعيد عن الجنة، قريب من النار. اوف ما استفدتش حاجة خالص. حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم مش هلاقي أحلى من كده أختم بيه. بكده أكون وصلت لنهاية حلقتي النهاردة. يا رب نكون قدرنا نوصل لكم معلومة، يا رب نكون قدرنا إحنا ونبض الحياة نعمل خير ينفعنا يوم ما نقابل وكيل كريم. ويا رب يجعل كل واحد يتبرع لنا ويساعد الناس دي في ميزان حسناته وصالح أعماله. انتظروني غدا في حلقة جديدة، حياة جديدة، خير جديد، صدقة جديدة. كانت معكم نهال طيل في أمان الله.